مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء ساحل. مشاهدينا، ما الهدف من التصريحات الوزارية المتعلقة بمأمورية ثالثة للرئيس محمد عبد العزيز، وما دلالة التوقيت؟ هل فعلا تتجه الأغلبية والسلطة الحاكمة إلى مأمورية جديدة للرئيس محمد عبد العزيز أو تغيير الشكل النظامي السياسي القائم؟ وهل وصل أطراف المشهد السياسي الموريتاني إلى القناعة باستحالة إطلاق حوار جامع؟ أسئلة من بين أخرى أطرحها على ضيف حلقة الليلة من برنامج لقاء ساحل، الدكتور محمد الأمين وللبان، رئيس حزب العدالة الديمقراطي وعضو ائتلاف أحزاب الأغلبية. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك الأستاذ محمد الأمين. شكرا. أنا في البداية شاكرك على الاستضافة، والشكر موصول لقناة الساحل عمالا إدارة وموظفين. شكرا. والسادة المشاهدين الكرام، طبعا أعتقد عن السيرة الكثيرة اللي طرحت، فنبدأها سؤالا سؤالا على لنبدأ لا مقدمة قعدلتها نوته غير عيد لين مزلنا لين نفصل فيها. أستاذ محمد الأمين، في الأسبوع الماضي وزير العدل الأستاذ إبراهيم الدادة ربما فاجأ الرأي العام الوطني، على الأقل بعضه، بأنه دعا المأمورية والله إفساح المجال، ما أسماه إفساح المجال من جديد للرئيس محمد عبد العزيز. وفي جلسة أمس البرلمانية أمس يعني ينطلبوا من النواب المعارضة الاستقالة، أظن يعتذر قال إنه متمسك برأيه. ما الهدف ويكون وزير العدل؟ أنا أعتقد بأنه، بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد بأنه تصريح الأستاذ إبراهيم الدادة وزير العدل، هو شخصيا اعتبر بأنه له القدرة القانونية على تفسير الأشياء وعلى معرفة الأبعاد القانونية لما يقول وما يصرح به، وبالتالي تصريحه أوحى بأنه يعبر عن وجهة نظر شخصية، لأنه غالبا ما الأنظمة السياسية عندما تريد تمرير خطاب سياسي ترجع لواجهاتها السياسية من أجل تمرير هذا الخطاب السياسي، وتريد اتخاذ قرار سياسي مهم جدا مثل قرار من هذا القبيل، عادة لا تمر عن طريق الجهاز التنفيذي بل تمر عن طريق القنوات السياسية المعروفة، الأحزاب السياسية والكتل السياسية. وبالتالي أنا أفسر هذا في إطار طبعا وجهة نظر الأستاذ وزير العدل، ومثل تعبير المعارضة في وقت معين للرحيل هو أيضا مخالف لنص الدستور، لأن الشخص رئيس منتخب ديمقراطيا وطالب برحيله. في الفترة الأخيرة أحد الأحزاب السياسية أقام مهرجان وطالب الرئيس مثلا ترك الحكم، هذا خارج إطار أيضا ما يقول به الدستور وهو إكمال المهمة على الأقل. طبعا تبقى هذه، وإن كانت هذه صدرت من أحزاب سياسية، لم تصدر من شخصيات فقط، صدرت من أحزاب سياسية، من قادة رأي داخل هذه الأحزاب السياسية ومن قادة هذه الأحزاب السياسية. هنا هذا الرأي صدر من وزير العدل. طبعا ثم حقيقة أنا أستطيع أن أؤكدها على أنه غالبا ما تصدر هذا النوع من الخطابات من المعارضة في ظل أي تحرك يقوم به رئيس الجمهورية، غالبا ما يواجه هذا التحرك أو عندما يحدث ركود في الساحة السياسية، الموضوع الغالب تحرك من خلال المعارضة. ما قلت المعارضة ما يحرك، لا هي ردة فعلها. لماذا جميع التصريحات الإيجابية اللي تصدر من الائتلاف، لماذا جميع التصريحات الإيجابية اللي تصدر ورغبة النظام السياسي القائم بالحوار، لماذا ما تفسر تفسيرات إيجابية؟ لماذا لا يبنى على أساس هذه حسن النوايا المعلن؟ لماذا لا يبنى على الكثير من القضايا التي يقوم بها النظام السياسي القائم ويتم التركيز على نقطة واحدة فقط لم يقل بها رئيس الجمهورية والمسؤول شخصيا عن حماية الدستور، لم يعلنها لا صراحة ولا ضمنيا في أي من خطاباته ولا أي من لقاءاته؟ طبعا معقول. خليني أسوي لكم، اسمحوا لي المقاطعة، ياك عايد الحوار لابد ياخذ عطاء. معقول ان وزراء يتحدثون عن شيء لا يحبذه الرئيس؟ اعتقد بانه هناك فرق بين ما هو مصادف هوا على الاقل عند الرئيس. هذا في فرق طبعا. الوزير كشخصيه طبعا مكلف باداء مهمه معينه،
طبعا ربما في إطار المهمة التي كلف بها في إطار العمل الحكومي طبعا لا يمكن أن يتصرف، أما خارج هذا الإطار هو شخصية له الحق في أن يعبر عن رأيه في إطار قضايا معينة. طبعا إلا أن هذا الرأي ليس بالضرورة أن يكون مثلا هو الرأي الحقيقي، وقد يكون في فترة زمنية معينة. مثلا أنا أعتقد بأن الحديث اليوم عن المأمورية والحديث عن المأمورية الثالثة، نحن بعد لم نتجاوز على الأقل الثلث الأول من المأمورية الثانية، بالتالي حديث سابق لأوانه. نحن اليوم كأحزاب سياسية كائتلاف المطروح أمامنا اليوم وحزب العدالة الديمقراطية، رؤيتنا اليوم أساسا المطروح أمامنا هو إنجاح أو دفع الفرقاء السياسيين باتجاه حوار سياسي ربما يؤدي إلى مزنة لينجول العدالة، حزب العدالة، حزب مزنة لينجول الأغلبية. ما حسنة التركيز على 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 نقطة نقطة أو كلمة، ما فيما يخص تداولت وسائل الإعلام ما قاله وزير المالية. وزير المالية لم يتحدث من قريب ومن بعيد عن هذا، نقول لك تضخيم ما لم يقال أصلا. وزير المالية الاقتصاد والمالية لم يتحدث اصلا عن المأمورية الثالثة، بل تحدث عن انه في فترة زمنية معينة، خليني اكمل لك هذه النقطة فقط، تحدث عن من استقلال موريتانيا الى فترة زمنية لم يقم مثلا لم ينجز اي شيء معين، الان ما تم القيام به يستدعي استمراره، اما يستدعي استمراره في ظل النظام السياسي القائم الان او يستمر من خلال فريق اخر. طبعا هذا كلام، الى ان فسر ايضا هذا الكلام بانه دعوة إلى المأمورية الثالثة، هو التركيز فقط على المسائل التي قطع وزير العدل لسنة الناس وقال ذا صراحة. هو كلام وزير أنا وزير الاقتصاد والمالية، كلامه فهمت المعارضة ذاك الفهم. أنا لمعرفتي بالأستاذ إبراهيم والدادة أنه شخص حقا متبحر في القانون، أعتقد بأنه يحسب للأمور القانونية حساب. طيب لماذا إبراهيم المتبحر في القانون لماذا إبراهيم اللي وصفته بالمتبحر في القانون وهو يا أمس مودي تكلم عن رأسه، معروف ما هو محتاج قاعد يتكلم عن نفسه طبعاً أنه خبير قانوني ومن على الأقل من أبرز 10 قانونيين في موريتانيا الأوائل، لماذا إبراهيم وحده ولو يتكلم عن هذا الموضوع صراحة؟ ما يقدر الصدفة ربما لأنه هو إشكالية قانونية، الممورية الثالثة إشكالية، معرفته بالقانون ربما أتاحت له قدرته على تأويل مثلا، معرفته بالقانون ربما ارتأى هو عن هذا يمكن الحديث عنه، بينما شخص آخر يرى يعود هذا ممكن الحديث عنه، غير شخص آخر يرى أنه ممنوع قانونا. أنا أقول لك ببساطة جدا بصراحة عنه، يا أخي النصوص الشرعية تخضع للتأويل، النصوص الشرعية تخضع للتأويل والاختلاف بين الفقهاء وبين العلماء. قرضي المادة جامدة، المادة جامدة، دساتير ما هو اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية ملكية السلاح والاجتهاد مع وجود نص. نعطيك مثال بسيط، نعطيك مثال بسيط، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في نص بموجبه تمتلك مثلا الناس الأسلحة، نص دستوري. هذا النص الدستوري نتيجة لعمليات القتل اللي تحدث في الشارع اليوم، هم الكثير من الناس يطالب، خصوصا الناس مثلا الاتجاه الديمقراطي يطالب تغيير هذا النص الدستوري، وبالتالي النصوص الدستورية حتى إذا كانت جامدة لا يمنع هذا. المهم هون عن أن تنطرح القضية أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإجراءات الطبيعية للقيام بذلك. طيب الناطق باسم الحكومة بعد وزير العدل، ناطق باسم الحكومة تحدث عن أنه طبعا قال أن التصريحات أنها شخصية، وجهة نظر شخصية طبعا، قال أن هذا رأي غالبية الموريتانيين، أنه إعطاء مأمورية ثالثة للرئيس أنها رأي غالبية الموريتانيين وعلى إرادة الشعب هو الدستور. طبعا الدستور في النهاية إرادة الشعب، هو احنا انت تذكر بانه بعد اتفاق دكار انه لم ذهبنا الى الانتخابات الرئاسيه، تذكر بانه لم يتم احترام فعلا الاجال القانونيه، لان الوفاق اتفاق دكار كان اقوى حتى من احترام الدستور في هذه القضايا، معناها انه لن يخلق قاع وفاق سياسي في فتره زمنيه معينه في لحظه معينه، الوفاق في مرحلة ما قد يكون أقوى من الدستور، قد يكون أقوى. قال الوفاق ما بدخل. إحنا على أمل على أن يخل. على ما. لماذا يستبقوه؟ لماذا يستبقوه؟ قلت لك عن هذه آراء، هذه آراء تحدث بين الفئة والأخرى. يغير ما هي آراء مزر، يغير من هو المسؤول أصلاً عن إنه يعبر عن رغبته في الترشح؟ من المسؤول عن رئيس الجمهورية يقول رغبته في الترشح ورغبته في تغيير الدستور. الطرف الآخر المسؤول عنها الواجهة السياسية. والقانون، نحن نطرح القانون السيد الرئيس، نحن نطرح القانون من ثم أول من يتلاعب به الحكومة. لا لا، ما المسؤول عن حمايته. أنا ماني شايف، أنا أعرف لا كدر قضية واحدة عن في لقاء مع رئيس الجمهورية قبل زيارة النعمة، سئل سؤال حول تشكيلات سياسية ونصوصها وأنظمة، قال أنا مسؤول عن حماية الدستور.
وصرح بأنه هو دوره الأساسي حماية الدستور، وهذا القسم دوره الأساسي حماية الدستور. وبالتالي أنا أعتقد بأنه يصعب على 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 من يعتبر نفسه مثلا، هذا يدخل في إطار الآراء الشخصية، إلا أنه فقط حقيقة المشكل هون الأساس المطروح على أنه الطرف الآخر حادة يضخم هذا النوع من القضايا تضخيم قوي جدا ويحمله ما لا يحمل من معنى، هي آراء شخصية. تصريحات الوزراء ما وقعتكم في حرج أنتم الأغلبية؟ أنا شخصيا ماني محرج منها، لأن يتحمل مسؤولية من قالها، يتحمل مسؤولية من قالها. ما ناقشتوها كقوة أغلبية؟ أنا شخصيا ناقشت الصشرين، يقول لك درست جميع الآراء، اللي مثلا درست قرأت ما كتب حولها النوع من الآراء، لأنه حقيقة أنا أعتبر أنا إلى حد الآن لا تزال رؤى شخصية فردية، إلا أني بالنسبة لوزير عدل بالذات أنا أعتقد بأنه معرفته بالقانون تجعله قطعا لا يستطيع أن يقول إلا ما يتيح له القانون. طيب بالأمس قاع خلال نقاش التعديلات اللي دخلها مجلس الشيوخ على قانون الفساد اللي حضر له وزير العدل، كانت فرصة نواب المعارضة كاملين بغالبيتهم الحضور قبلوا الكلام كاملين وتكلموا أساسا عن تصريحات وزير العدل. بالمقابل جرت العادة أن النواب الأغلبية يدافعون عن أغلبيتهم وعن رأيهم السياسي ويدافعون عن الحكومة، لأن يعني بنهاية حكومتهم. لاحظنا أمس على النواب الأغلبية لم يتحدث منهم في شأن المأمورية بالتحديد في تصريحاته الأستاذ إبراهيم الدادة سوى نائبين فقط. لماذا؟ هل هو ذم رأيي يقول أنكم أنتم أغلبيكم ما أنكم قادر تتكلموا في الموضوع لكم لما تعرفوا الشيء؟ أرعني أنا جيتك أنت في الاستوديو، لا أرعني أنك تطرح ذا نوع من الحديث، كان بمقدوري عني الاعتذار ولا أنجيك، كان مقدوري عني الاعتذار ولا أنجيك في الاستوديو، حدا لا أحد كان مقدوري عني ما أجيك، يلا فهم قضية اللي نقولها لك. طيب لماذا ما يدافعوا عن مشروع السياسة؟ لا هو أنا أقول لك هذه إشكالية قانونية. العارف بالأمر القانوني يرى بأنه القانون يسمح له بالحديث عن هذا الشيء، ربما شخص آخر ما عنده اطلاع قوي جدا عن النصوص القانونية والله شيء يجد الحرج في الحديث عنه. هو بالمعارضة هم عارفين كاملين بالقانون. لا أمامه نص قانوني، أمامه نص قانوني، هم هذا النص القانوني أمامه يراوا بأن هذا التصريح أنه ضد النص القانوني على الأقل مستلحين بهذا النص القانوني. هو أكثرهم تحرر. لا أكثر طبعا تحرر. عاد لا تقول لي لا أقول لك رواية، أنا لا أقول لك رواية. غالبا ما قضية التحرر ولا قضية هذا، غالبا ما ليحمل الرأي الحاكم قال بما يشعر بحرج. أنا أعطيك مثال بسيط في إطار الائتلاف، من رأي كان أكثر الهجوم اللي عد المعارضة على النظام السياسي، والله الهجوم اللي نعد روحنا، والله الردود اللي نعد روحنا بالمقابل للمعارضة. بالعكس إحنا نرى أن عندنا مسؤولية كبيرة جدا في الحفاظ في جذب الناس للحوار، وبالتالي نلقى رؤوسنا عن جميع التصريحات اللي قد تحسب لها مثلا والله تفسر تفسيرات معينه، وبالتالي وقد تحسب انها تصعيد. هذا حفاظا على يعود هم عمليه مثلا جذب الطرف الاخر شو الحوار، والله محاوله مثلا قبول الطرف الاخر. النواب المعارضه طبعا المعارضه بشكل عام لا تشعر بالحرج في مثلا اطلاق تصريحات ناريه بين البنات والاخرى. طيب قلت لي علينا ذا الشأن، قلت لي بداية حديثكم على ذا الشأن يعني تعود القوى السياسية، ما دخل الوزارة الحكم؟ تظل الإجابة بأن وزير يرى في نفسه عدم الحرج في الحديث عن هذا الموضوع، هو يتحمل هو شخصيا الحديث عن هذا الموضوع. طيب ذا النوع من الدعوات بغض النظر عن مطلقين، ذا النوع من الدعوات بغض النظر عن مطلقين، الدستور الموريتاني صريح علنوا مأمورية رئاسية مأموريتين انها فترتين فقط. انا اللي ارد عليك ويقسم على رايك. لحظه حنوفي لك حنوفي لكم استشكالي. لحظه يوقف حد يسوى منه بغض النظر عنه هو يقسم للناس وضع يقرق ويقول يا الله يعطي مأمورية ثالثه، والله يا الله يفتحوا المأموريات الرئاسيه، والله كذا والله كذا. الا يعني هذا نوع من شخصنه الامور والبعد عن دوله المؤسسات. انا اللي اعطيك مثال بسيط عشته انا شخصيا في زياره الرئيس الى بوغي تدشين مستشفى الجهوي المستشفى المقاطعة، كانت فيه لافتة مرفوعة أمام الناس مكتوب عليه حكاية المأمورية الثالثة وعرض ضرب عرض الحائط بالدستور.
درك كنا تناعت اللافتة معايا مجموعة درك شخصيا من حيث لا نشعر جو اسحب اللافتة وطواها درك بأمر من السلطة الجهوية الموجودة داخل هذا. طبعا هذا يدل على أنه فعلا هم رغبة قوية في احترام القانون. يقدروا دارين مواطنين عاديين. لا أهم غير حنيني. أنا أقول لك عنك أنت مادة السيطرة في نظام ديمقراطي مفتوح وقدرة الناس على التعبير عن آرائها قد يتحمل حد مثلا قد يجرؤ حد على أن يعبر عن رأيه بطريقة معينة. هو تصبح القضايا رسمية ومعبرة عن وجهة نظر النظام عندما يتحدث بها الجهاز السياسي ويتحدث بها ناطق رسمي بطريقة تعود معطي له فيها الأذن. أما أن يتحدث شخص بطريقة أو بأخرى أو يربط من الأمور بإنجازات معينة كي تقول هذا العمل هو يتطلب إكماله كذا يتطلب غير هذا ما معناها عن نحن مقبلين والله معناها كذا هذا العمل يتطلب إكماله عن كذا 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 هذا ربط هذا بإنجازات قائمة على أرض الواقع يتطلب إكمالها والله يتطلب الاستمرار فيها الاستمرار كذا بالتالي يصبح هذا نوعا ما نوعا ما نوع من الحديث ما هو استهزاء بالدستور. أنا بعد ماني قايل عنه استهزاء بالدستور ماني قايل عنه لا قلت لك تعبير شخصي بالعكس الدستور وثيقة محترمة ما يوديك أنا شخصيا من الناس اللي يعتبر عنها الله باطل نعتبر عنه وثيقة محترمة يا الله الائتلاف يحترمه يا الله الناس كاملة تحترمها يا غير مولي احترام النصوص الدستورية ما يخليها أقوى من النصوص الشرعية كي قلت لك تخضع زادي مولي للتأويل وتخضع للخلاف بين العلماء. هناك علماء تسمع آراءهم في نص فقهي معين والله نص شرعي معين تجبر عن الاختلاف قوي جدا وبالتالي هي تعود نصوص شرعيه وبالتالي التاويل كل شيء يخضع للتاويل كل شيء يخضع مثلا حتى ماده الماموريه تخضع. انا قلت لك واضح جدا قلت لك عن هاي الماده اللي هي ما هي اقوى من النصوص الشرعيه يختلفوا فيها الفقهاء يعبرون فيها عن اراء مختلفه تماما وبالتالي هي زاد مولي الا قد تخضع لما تخضع له النصوص الاخرى. انتم بالنسبه لكم انتم كاغلبيه تحديدا ائتلاف احزاب الاغلبيه اللي انتم عضو فيه هل موضوع ولايه ثانيه مطروح على الطاوله؟ لم نناقش هذا لا سرا ولا علنا ولم يطرح على الطاوله في يوم من الايام وانا من المؤسسين للائتلاف من كاتبي نصوص الداخل المنظم للائتلاف تحرير الاول من الناس معدل تبيدي بدأت ناقشنا في يوم من الايام لا في السر ولا في العلن ولا بطريقة مباشرة وغير مباشرة مأمورية ثالثة. واليوم عاد متحمل أنا مسؤوليته. اليوم عاد ما تروح لكم. أنا قلت لك أنا ما قد طرحناها إلى بلد دخلتي عليك في الاستديو. قلت لك أنا ما قد طرحناها إلى بلد دخلتي عليك. ولأنكم اللي تناقشوا هذا من يثار الوزراء. إحنا ما نناقش لكن اللي يثير الوزراء. اللي يثير الوزراء إحنا ما مسؤولين عنه. ولا نناقشه. اللي يثير الوزراء أنا نعتبر عن للوزير اللي قال هو من نفسه راجل من القانون. نعتبر عنه إنه كان شاف عن اللي قال. معارض للقانون والله معارض لروح القانون لمس جروا على أن يقول أنا ماني محامي لأني دارس قانون. عندك أن نقدم لكم زاد استشارة قانونية أنتم السياسيين الأغلبية نحتاج لها إن شاء الله دون عرف كانوا قدم نحتاج لها إن شاء الله دون عرف كانوا قدم والله ما قدم تقدم تستأنسوا بكلام إلا تيك دور التمديد وبعد مش به القانونيين حسب هي غير مولية أنا أعتقد شتى أستاذ هو أنا الغريب عندي جدا دائما التركيز على نقطة واحدة وإعطائها زخم أكبر من من من, من ما تحمل زخم ما هو نقطة واحدة هي قضية الرئاسة. الرئاسة هي جوهر الحكم. أنا أعتقد بأنه أنا أستاذ أبو المعالي أعتقد بأنه البلد اليوم المختار أعتقد بأن البلد اليوم عنده أولويات كبيرة جدا. أنا يلا بتشغل الرأي العام السياسي تشغل الرأي العام مثلا أكبر من هذه القضية بالذات خصوصا عنها شخص رئيس منتخب ديمقراطيا لا يزال في حتى لم يكمل الثلث الأول من مأموريته. طبعا أعتقد بأنها غير مطروحة. هنا قضايا كبيرة جدا هنا قضايا أمنية هنا قضايا اقتصادية هنا قضايا كبيرة جدا الحفاظ على البلد اليوم هي السؤال المطروح اليوم. هناك دول تختفي من على الخارطة هناك خطر داهم يهدد العالم حتى اللي أقوى منه وبالتالي الحديث عن هذا النوع من القضايا تهدئة الساحة محاولة التلاقي على وجهة نظر ربما نتنازلنا عن الشيء ويتنازل الطرف الآخر هذه قضايا أهم جدا من الحديث عن هذه النقاط هذه قضايا كاملة فيصل فيها الرئاسة إلين يتم الحديث. أنا ما قد هو أحد ما قد يوقف قضية ما هو من نفسه ما هو مسؤول عن قولانه
الشخص المعني رئيس الجمهورية ما قاله من نفسه، لم يقولها لا سرا، ولا أنا بعد شخصيا حسب التصريحات ومتبعها ما قد شفت أومة إلى وجود مثلا مأمورية ثالثة. أنا أعتقد بأنه يجرؤ وزير على أن يقولها ولا يجرؤ رئيس على أن يقول، أعتقد بأن هذا. طيب لماذا بالتحديد إثارة الموضوع بالتحديد الآن في الوضع الجار؟ على الأقل تحليلكم. أنا ما عندي يكون كذا كتير ترك عنه وتوه. أعتقد بأنه أنت تكرر السؤال ترى. هناك أسئلة اسمها أسئلة كشف الكذب أنت تمارس، وأنا أخصائي في علم النفس ممكن تمارس. لا أنا عينيته من ناحية التحليل إثارة الموضوع الآن. أنا أعتقد بأنه معالي الوزير ربط هذا بإنجازات قائمة، يعتبر بأن هذه الإنجازات تتطلب استمرارية. معالي الوزير يرى بأن الاستمرارية تتطلب كذا كذا كذا، هذا ما دعاه إلى أن يقول هذا. طيب فهم تفكير بتغيير طبيعة النظام السياسي؟ ما قد ناقشنا هذا. اللي يقول لك مثلا شيء قطعي وحرام، ما قد ناقشنا في الائتلاف باجتماعات، ولا عندي يعني قد طلبت عنها إلا ما ندرى تغيير شكل النظام السياسي. ما قد ناقشنا هذا. انتوا ما انكم منهم صار. والله الأمور أصلاً تناقش الأحزاب السياسية بشكل فردي، معناها داخل الأحزاب السياسية، ثم تنقل إلى نقاش آخر. من تطرح إن شاء الله رطاب دور عبد الرحمن وجهة نظرنا إن شاء الله. ما فتتم مستعجلين؟ ما مستعجلين. هو إرجاج ما يقدر يعبر عن الرواية ما فتطرحت ما فات مري ناقشها مع الناس اللي. طيب أنتم كأغلبية المفروض على أنكم هم الجهاز السياسي اللي يوجه سياسة، هو المفروض هذا هو اللي حاصل. لماذا؟ طبعا انا هذا صحيح اللي قلت. انا شخصيا ماني راضي عن مستوى ادائنا كائتلاف. انا شخصيا ماني راضي عنه، سمعتني. انا اتحمل جزء من المسؤوليه، الائتلاف بشكل كامل يتحمل جزء من المسؤوليه، حتى البيئه نفسها تتحمل جزء. يعني حتى شنو موقع اليوم الحزب السياسي في ذهنيه الشعب الموريتاني؟ من درى كان اقوى الحزب السياسي اليوم؟ والله القبيله، والله الجهه، والله كذا. طبعا حتى البيئه المحيطه بالاحزاب السياسيه بيئه ما هي معينه على ان الحزب السياسي يعد الدور. بالتالي هناك عوامل عديده جدا متضافره هي اللي تؤدي الى ان حتى الائتلاف وشكل ما يكون شكل من الاحزاب السياسيه، الاحزاب السياسيه تتحمل جزء منها، تتحمل بيئه جزء منها، يتحمل حتى قدره الاحزاب السياسيه على تحرر جزء منها. انا شخصيا اتحمل جزء كبير، ولاني مثلا مستحي من نقولها عن اداء الائتلاف ما هو في المستوى اللي مطلوب. آمرين ان شاء الله عن تغير مثلا تحسن التنميه السياسيه وتحسن موقع الاحزاب في ذهنيه الناس، يتحسن موقع الاحزاب، وبالتالي عندها قدره على انها تفرض وجود. الاغلبيه خلينا نطرح ذيك السؤال بصيغه اخرى. الاغلبيه خارقه لا حزب الاتحاد. الواقع هذا الواقع يقول بان هناك فعلا ائتلاف الأغلبية، وهناك حزب قوي حاكم اسمه حزب الاتحاد الجمهوري، عنده الأغلبية في البرلمان. هذا لا نرى في ذلك. كتلة الائتلاف الأخرى تمثل زيادة على 30 نائب، زيادة على 30. نحن مثلا حزبنا هو أضعف الأحزاب، عنده نائبين في الجمعية الوطنية، وبالتالي ثم واحد عنده لا واحد ثم مجموعة 5 أحزاب عندها نائب، ثم حزبين عنده نائبين، حزب العدالة وحزب آخر، ثم أحزاب عندهم 3 ثم 5 ثم 6. طبعا الائتلاف كنظام وكجهاز قائم موجود هو من نفسه. هناك طبعا عدم قدرة، والله مستوى أداء دون من المستوى المطلوب. طبعا هذا قلت لك عنه يلعب في ياسم العوامل، تلعب في ياسم العوامل دورها، إلا أنه كجهاز سياسي موجود وقائم وله فاعليته دائما، هم اللي يشتغل القرارات الهامة اللي يتم اتخاذها في البلد غالبا ما يعود موجود فيها. التظاهرات السياسية الكبيرة جدا تستشارون أنتم؟ أنا أعتقد بأنه في مثلا أثناء زيارة رئيس الجمهورية قبل إطلاق زيارات الولايات كان هناك لقاء بين الرئيس والائتلاف من أجل طرح القضايا اللي مثلا مناقشة القضايا المطروحة على الساحة هناك، وكان أهمها الزيارة، شنو هي الأمور الأولويات مثلا. هاي الأمور تم نقاشها مع رئيس الجمهورية وأعطاه فيها رؤساء الأحزاب وأعطاه فيها بعض المنتخبين اللي تحت المفرصة رأهم. وبالتالي هنا قدر من الاستشارة، يغير ملي حتى مستوى الاستشارة. أنا شخصيا ما أنا راضي عنه نقولها بصراحة، يغير هناك فعلا ائتلاف حاكم، هناك ائتلاف له نظام وله مثلا
وجود جبتوه عنده برنامج غير هذا ما يتنافى عن حزب الاتحاد الجمهوري، حزب قوي فعلا، طبعا حزب قوي حزب كبير. ما هو المهيمن داخل النقاشات؟ لا، داخل النقاشات لا، يتاح لكل حزب سياسي التعبير عن رايه وتمشي الناس باتفاق. لا 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 ابدا 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 لا 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 داخل حتى ان نمشوا الين تخلق طبعا حوارات ولا نقاشات تدوم فتره طويله جدا من الزمن، ويتم الاتفاق على الاليه، لان خصوصا يعود في عمل سياسي، عمل مثلا مقام به ميداني له يقام به بشكل مشترك. الا ان احنا عندنا رغبه من هذا الائتلاف يتطور ليمشي شغل الانتخابات في البلد، لين يطور عمله السياسي المشترك، لين يعود لماذا ما يمشي شغل الانتخابات في البلد، لماذا ما يعود لجان مشتركه، لماذا قاع حتى الاحزاب ما تفيزيوني مع مثلا يقلص عدد الاحزاب من خلال التئام الكثير من الاحزاب مع بعضها، اندماج الكثير من الاحزاب. هذا عند هذا كل حد يطرح هذا، كل حد يتحدث، كل حد عنده رغبه فيه، غير ما فات وفعل، ما فات وعدل، ما فات تنفذ على ارض الواقع، غير كون الائتلاف ما موجود. الائتلاف موجود، عنده اجتماعات يعدلها، يناقش الكثير من القضايا. تنسقوا مع الحكومه انتم في الائتلاف، تعتبروها حكومتكم؟ احنا نعتبره فعلا عن احنا اصلا الناس ملتقية على 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 برنامج رئيس الجمهوريه اللي عدل واللي انبثقت عنه هاي الحكومه القائمه. طبعا نعتبر عن الحكومه عنها نتاج انتخابات معينه، نعتبر عنها تعبر عن البرنامج السياسي رئيس الجمهوريه، وبالتالي طبعا نعتبر عنها فعلا حكومتنا. كنا ننسق معاها والله نجابر معاها، هذه من الاليات اللي احنا نبغوها تخلي فعلا اليه عن فعلا تعود فهم لقاءات دوريه بين الائتلاف وبين وزراء معينين من اجل مناقشه ملفات معينه، من اجل اعطاء راي. غير هذا اللي قلت لك عن نوع من التطور السياسي يخلق شيئا فشيئا، الامور ما تخلق دفعه واحده، الامور ما تخلق. هل فعلا كان هناك تذمر بعض الاحزاب على الاقل ممثله في البرلمان مع عدم تمثيلها في الحكومه؟ ايش اقول لك، ما في حزب سياسي ممثل في البرلمان ما عنده رغبه يعود ممثل في الحكومه، غير من اختيار الحكومه وشرعية. أنا من الناس اللي يقول عن اللي قالوا القناعة يا الله تسبق كل شيء سوى شيء، أنا قناعتي عندي مشي في المسار السياسي فعلا يدعم القناعة ويعززها، إلين تعود فعلا آلية شراكة وداخل الجهاز التنفيذي. غير مولي إلين تعود ما هي موجودة، والله ما خلقت ذيك آلية الشراكة. أنا وجهة نظر المشي في الخط السياسي ماشي فيه قاعد على كل حال، كون بعض الأحزاب تذمرت والله كذا، انا ظاهرني في الراي السياسي ما في موبايل اجزامي روايه حد ما مقتنع بها ينفصل معها يقدر ما يزيد على الاقل الشراكه، يزيد حتى انا قلت لك عنه يزيدها. احنا مثلا انت تلميذي، انا استاذ تلميذي، لي يجاوبك تقول له احسنت، هاي يعزز قدرته على الاجابه مره اخرى، يعني مثلا بعضها ببساطه جدا. طيب نرجع لقضيه دعوات المأمورية، لكن كملها مزادي سؤالنا، لكن كملها ندخل في موضوع الحوار. الدعوات اللي هي المأمورية وطرحها، هل يدخل في إطار مناورة سياسية من أجل الضغط على المعارضة تحديدا المنتدى للتنازل؟ أنا لو صدر المأمورية الثالثة من الجهاز السياسي اللي هو الائتلاف كانت إجابتي واضحة جدا، إلا أنه أعتقد بأنه كيتراك المعارضة وجه منه عند المعارضة الحكومة، وبالتالي هي في فترة، هذا يؤكد ما كانت تقول المعارضة فترة زمنية أن لها رغبة في الحوار مع الجهاز التنفيذي أكثر من رغبتها في الحوار مع الأحزاب السياسية، وهذا قلت لك خلل كامل في العملية السياسية القائمة. غير بعد مولي النظام استجاب لها وفتح هو الحوار معها بشكل مباشر، الجهاز التنفيذي من أعلى سلطة فيه، هذا ما يقدر المناورة من أجل الضغط على المعارضة للتنازل. ما أعتقد بأنه لو كان مناورة أو لو كان شيء آخر لكان صدر بطريقة رسمية وأقوى عن طريق أحزاب سياسية، عن طريق الائتلاف اللي حاكم. ثم قد دخلت معهم مناورة، قد قادلت خطوات مناورة كائتلاف. احنا مجموعة معارضة ما هي على ضفة أخرى، يخوتنا وأصحابنا وزملائنا ونجابنا، والاختلاف خلاف وجهات النظر هي طبيعي، اختلاف في وجهات النظر خصوم سياسية. أنا وجهة نظري أنا عن جميع المعارضات جميع أنحاء العالم تقبل رواية بسيطة، لفتة بسيطة جدا، وعندنا في تاريخنا السياسي اليوم وجري حوار مع نظام سياسي قائم من أجل أن يكون حزب عنده فم حزب عنده مستشار
في بلدية معينة في دمشق. معناها المعارضة عادة تبني على مثلا لفتة بسيطة جدا لكنها تبني عليها وتدخل فيها، بينما المعارضة هون استثناء. بالرغم من جميع التصريحات الإيجابية، بالرغم من جميع الخطوات الإيجابية اللي يقطع باتجاه النظام اللي هي دور الحوار معه، قطعا هي لم تستجيب إلى ذلك، بل تطرح العراقيل. هذه وجهة نظرنا. وقال لكم جيبونا رد مكتوب بس. إحنا قلنا لهم عني يكتب اللاعب هو اسمه. عادة الرد مكتوب علاش؟ طبعا عدلوا حوار. غير هذا ما هو إلزامي. أنا ما أقدر أعدل عليك رد مكتوب. يعتبروه أساسيا بلا ثقة. هو شعاركم بتقولون زاد مثل ما كتبونكم تقولون غير حنين. هي الأمور واضحة جدا. جاءكم زاد مولي رسالة للدعوة للمشاركة في أيام تمهيدية، ما هي حوار، في أيام موقعة من طرف الأمين العام لرئاسة الجمهورية، من أعلى سلطة تنفيذية في الجهاز التنفيذي، مثل أنه رئاسة الجمهورية الأمين العام رئاسة الجمهورية ما استجابوا لها. أنا أقول لك عن الغريب جدا عن جميع المعارضات جميع أنحاء العالم، أي معارضة في أي دولة أخرى يقول أنا مستعد للحوار، ما أجي للحوار مباشرة. أما الذين قالوا رفض الحوار من خلال احنا شاكين احنا عنكم نين ما تعدلوا كذا دور يخليك كذا، وشاكين احنا عن نين نمشوا كذا ليخليك كذا. قالوا شك قبل الدخول قالهم بهم التجارب السابقة. أي تجارب يتحدثوا عنها؟ أي تجارب؟ احنا قطع دلني حوار 2011 حوار 2011 نتاجه أقبال عندك نتائجه كانت نتائج إيجابية. ترحال السياسي مثلا. ترحال السياسي. رأيهم مشكلة كبيرة في روسيا. منين؟ في روسيا. عن حزب الوئام ولا عدل يعني عدل مهرجان بالضبط. أنا أقول لك. تطبيق القانون ترحال السياسي. أنا أقول لك روان. سالم المختار ثم قضية اللي أقول لك ثم النص القانوني. حوار 2011 أنتج نصوص قانونية هامة جدا. تطبيق هذه النصوص القانونية يعني قد تطبق قد تطبق بنسبة 90% 100%. مهم أن فهم آلية فهم نصوص قانونية. هاي مرحلة انقطعت. أنا من الناس اليوم بالتدرج في الشيء. غريب جدا عن الناس عندها الكثير من الناس عنده أحلام والله عنده مثلا المدينة الفاضلة ذهنوها ويطبقها. لا ما هو خالد اللي قالوا التدرج في الشيء. حوار 2011 أنتج ترسانة من النصوص القانونية مهمة جدا. هذه النصوص القانونية تعمل على تثمين حتى قيمة الحزب السياسي في ذهنية الناس الابتعاد عن قبيلة. لماذا؟ لأنه منين ترشح هو الواقع بعد لأن هناك أحزاب سياسية. إحنا مثلا على كل حال على سبيل المثال حزب الأعداد الديمقراطي لو لم يمنع الترحال السياسي لما وجدنا من يترشح مثلا من داخل هذا الحزب، لأنه حزب صغير، لأنه ما عنده وسائل مالية، لأنه كذا لأنه كذا لأنه كذا، وبالتالي غلق الباب عن الترشحات المستقلة أدى إلى ناس. هاي مرحلة انقطعت، خلونا ننتظر مرحلة أخرى. زين لدينا نشوف تجربتكم أنتم. طيب لماذا اختفى موضوع الحوار فجأة؟ هو موضوع الحوار لم يختفي واختفى هو يعني. الرغبة في أدائه، الرغبة في الدعوة لا زالت قائمة. الائتلاف يعبر عنها، أنا شخصيا أعبر عنها، قولها يعني قاعد ناطر رسمي باسم الائتلاف. أين أعتبر عنها العراقيل اللي طرحت قدام الحوار؟ هي عراقيل طرحت المعارضة بالرغبة في الحصول على نتائج ما لم يتم التحاور عليه أصلا. بالتالي كتابة نتائج لم يتم التحاور عليه أصلا. بالتالي هو فهم شيء واضح، الحوار شيء قد يقول النظام الحوار دون خطوط حمراء، الحوار جاد محظورات، حوار جاد. احنا نقول طيب حوار ادخل معايا في الحوار، حوار جاد. انتم عدلتوا روايات تدل على انكم ماكم جاد. كيف ترى ايام تشاوريه؟ ايام تشاوريه عدلتوه وجبتوا الناس القصر للمؤتمرات ودخل ياسر من الخرق وقلتوا وعدلوا المخرجات غير حنين وثيقته وقالت لنا الحوار يالتو ينطلق اجل اعتقد شهر او شهر اعتقد والله حوالي 3 أسابيع 4 أسابيع طاول الاجل. والتزمت الحكومه بتطبيق مخرجات ايام التشاور، التزمت بتطبيق مخرجات الحوار اللي سيجري. لم تلتزم بتطبيق مخرجات ايام التشاور، بتطبيق مخرجات الحوار اللي يجري اللي يجري عام الايام التمهيديه. يرجع الايام التمهيديه دليل على هذا. انا يقول لك وهي جاي يعطينا نختار المواضيع اللي نتناقش انا وانت فيه.
كانوا ننقلوهم شور حوار نعيط للناس كاملة ونجيبها الناس كاملة والافتتاحات تجي ناس كاملة غير حقيقة وحكما يلوجات المعارضة هي من بس لكان كل حوار 2011 على سبيل المثال ما وعد للسابق أيام تشاور وبالتالي قال الحوار جدا لماذا؟ لأن مشينا شور الحوار بدون ما قبل أن نحدد الأجندة اللي نتحاور عليه وبالتالي طال الحوار لفترة طويلة جدا. أما هون يعني كنا قبيل عدنا الأيام التشاورية واخترنا المواضيع اللي تم حول الحوار ربما انتهي الحوار بشكل سريع جدا. طيب فتحدث بعض التسريبات معتهم قناع عند السلطة وربما أعتكم أنتم في الغالبية باستحالة إطلاق حوار جامع وبالتالي الاتجاه الآن إلى حوار بمن حضر. أنا أعتقد بأنه عندكم أنتم وبعد إحنا ما هي عندنا قطع استحالة إطلاق حوار رحنا بالائتلاف أدبيات الائتلاف الرغبة في الحوار والرغبة في الجرائم كيف الواقع؟ الواقع ما نحن هو المسؤولين عنه الواقع الطرف الآخر تقدروا تعبوا تقيسوا الحوار بمن حضر هو حوار 2011 عدلتوا بمن حضر وعدل بالناس اللي عنده رغبة في الحوار وهذا ما يعقد الأمور أكثر. أنا ما نعرف هو يقول لا يقول لك رواية هو أنت لا يمكن أن ترغم الناس على أن تتحارب معه أنت تعلن حسن النية تهيئ ورغم لإقامة حوار معين تدعو الجميع تؤجل القضايا سبيل جذب الجميع تعلن حسن النية يبتعد الائتلاف عن التصريحات من درى كم يجي يكون من رؤساء الائتلاف كم يشوف من رؤساء الائتلاف ما أنا عازل عن الكلام شو اللي ساتر نقول أنت مو تكلموا الليل والنهار غير لا مخافة عنا محرجين حديثنا لعله يفسر فهم أي كلمة تسقط من حد منا تفسر بأنها ضد الحوار والله كذا والله كذا بينما هذا ما بالطرف الآخر عادة السؤال مطروح هو عادة جايتكم بتعليمات ما جايتنا بتعليمات هاي إحنا وجدنا نظرنا وتحملوا فيها المسؤولية إحنا وجدنا نظرنا إحنا عنا علينا ثقل كبير وعلينا المسؤولية في القضية دي. وبالتالي الله تحمل مسؤولية شنو الابتعاد عن كل ما مش عنه يعكر صف حتى كي قلت لك أنت لين طلبوا الحوار مع الجهاز التنفيذي مع رأسي قلنا بها يتحاور المهم إنه يخلق الحوار المهم كل شخص يشعر وهذه الكلمة أنا قالها قدام قلت لك رئيس الجمهورية نبقوا اللي عاد في المعارضة يشعر بأنه في المعارضة على الرغبة هم واللي جالس الائتلاف يشعر وبالتالي لا يخلق لا من خلال الحوار كل موريتاني يشعر بالراحة في الموقع له سواء كان في الأغلبية أو في المعارضة بالقناعة في الموقع له سواء كان في الأغلبية أو في المعارضة هو نحن بالتالي إحنا العامل المشي لا يخلي تصريحات من رأس النظام جهاز التنفيذ للحزة اليوم اللي إحنا فيها هم متمسكين بالرد المكتوب أنتم رافضين عايش كيف تريتهم حال حالته أنا لا أقول لك لا رواية عندكم تصور أنا ظاهر لي عن التمسك بالرد أنا ظاهر لي عن التمسك بالرد المكتوب هو التمسك بالشكلية يقول هو صباح اليوم عقدة تمسك بالشكلية من درأي كانكم أنتم كائتلاف كغلبية عندكم تفكير ولا تخمر في حل العقدة على الطريقة السياسية لأن السياسة فن الممكن هو ما منسوله إحنا عنه السياسة فن الممكن إحنا الممكن طرحناه على الطاولة والقادة صح طرحناه على الطاولة والأرواحية والرغبة قبول الطرف الآخر طارحين على أنا أقولها شخصيا كي قلت لك المعارضة ما هي الطفة الأخرى إحنا بناء بلد واحد وكي قلت لك أنا عني أنا قاعد اللي اليوم شاغل بالي هنا قضايا كبرى جدا تفرض منكم التنازل قضايا كبرى ومن عندكم السلطة هم عليكم العار الكبير إحنا غير بعد نشوف تنازلوا عنا الخلطة قالوا لكم احنا كتبنا لكم وكتبوا لنا كتبوا لنا نتائج حوار ما كنتوا تتكلموا عن الوطن وان الوطن خطر علينا احنا كاملين السفينه واحده ونذق التقرير غير حنين نكتبوا نتعهدوا بان لا ينعدلوا كذا ونعدلوا كذا ما تعرفنا احنا قلنا اعطونا نقيس الحوار اللي توافقنا عليه من القضايا نخطمه ما توافقنا عليه نرحلوا لمرحله معينه وهذا هو اللي يخلي في الحوار احنا ما لنا اول مده التحاور هناك اعداء الاداء تحاوروا قاعدوا على طاوله المفاوضات ويمشوا بينهم أرواقيجي لين هم إحنا حتى ما فيه خلق تياس المبادرات كانت تجمع إحنا بعد المبادرات الخلقوا يجوها كاملة ونقول لهم عنهم مستعدين أنا حضرت ثنتين منهم نالوا عندنا رغبة مطلقة لين يجوا بخطة يمشوا شو الحوار سمعت إيه غير حقيقة وحكمة وهذا إحنا هي وجهة نظرنا ما هي زادية أمولي موسى لم طيب فين هو هدف المعارضة حسب الله أنا أعتقد بأنه هدف المعارضة التأزيم
هي ترى بن 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 التأزيم وعامل أساس سيؤدي إلى انهيار النظام. هي ما هي رابحة. سوء تدفع الثمن. لا قراءة من الواقع. هم طالبوا بالرحيل، طالبوا بإجراء انقلابات. أقول ما يحق. طالبوا بانقلابات. طالبوا بها في فترة زمنية معينة. صدرت بعض التصريحات. أن تتوقع بأن يخرج انقلاب. هذا نوع من وسموه. صدرت بعض التصريحات. فم قال الرحيل اللي انطرح مولي. فم اللي قال له الرحيل اللي انطرح قرابة سنة والله سنتين. إلى حد الآن ما صدر تصريح واحد عنه كان وجهة نظر غلط. قالوا واحد منهم أنه خطأ. قالوا الناس اللي تصدر من هذا ما قالوا عنه خطأ. المعروف الحزاب اللي صدر منها هذا بالذات معروف ما اعتبرت عنه خطأ ولا اعتبرت عنه هو اسمه هو الدستور. لين قال أبو اسمه التزام بالدستور الطرف الآخر هذا عليه التزام بالدستور. دستور هذا ما في قاعد التزام بالدستور حسبهم هم تظاهر حق ما شرع هو يتظاهر قال أنت اللي يقول رئيس منتخب خرج من 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 إذا قلت لك الحالة طريقة سلمية حسبهم هذا ما في مخالف القانون لا مخالف يعاقب أي قانون هو معروف الطريقة لا ما يعاقب ما مثلا يعاقب أي قانون يغير فهم قضية شخص منتخب لفترة زمنية معينة مثل معروف الأشياء اللي قلت تقلعوا من هذه الفترة من مأموريته معناه شو معناه فهم قضية مهمة جدا بعد ما عليه الأمر هو عن فهم راضي جدا بالحوار أنا قلت لك عني إحنا محرجين إحنا أي شيء لازم يقولون حسبوا له ألف حساب خايفين لعب يفسر بأنه هذا رغبة المتحرك كأتباه وهي مسؤوليتنا والراوب أنه مسؤولين عن القضية والراوب أنه من يقع علينا العبء الثقيل في القضية دي وبالتالي قلت لك يقل وجودنا وسائل الإعلام ما هو نتيجة أنه ما قلنا ظهروا نتكلم طيب مخرج ظهركم من شو؟ أن نذهب إلى طاولة الحوار بذهنية مفتوحة بقبول الطرف الآخر ممكن سمعت وبالممكن وبالمتاح أقر ممكن نذهب للحوار أنا ظاهر لي عنها لا ممكن ما هذا مشي من عنه ما تخرج الحواجز لا أنا ما ظاهر لي عنها الحواجز هم حواجز نفسية وهم حواجز نفسية وهم شخصنا الأمور العمل السياسي مولي موريتان طاغي عليه شخصنا أنا أنت لا ما نبغي كتوف لا ما نبغي شكلك والله ما نبغي هيئتك والله ما نبغي كذا والله ما نبغي كناك أخو محمد الأمين والله قريب مثلاً فم ياسم الشخصنة تطغى على العمل السياسي تطغى أنا غريب جداً العودان أنا وقت من الأوقات أشعر بالحرج عن يعود الكلام اللي يقول قد يعود فيه نوع من التسامح لأني نعرف عن طرف الطيف الآخر عنه متبحر في العمل السياسي له تجربة كبيرة جداً أكثر من تجارب أنا بعد شخصين يغير ملي ويراعي بالواقع ويدرس الواقع غريب جداً عن عود مثلاً دعوة تعود دائماً فيها قوة وفيها رموق وفيها صدام وفيها كذا طيب توم حزبكم حزب العدالة الديمقراطية يمتلك نائبين في الجمعية الوطنية نتيجة انتخابات 2013 هل هم نواب الحزب بالفعل؟ فعلاً لا نعطيك مثال بسيط جداً أنا قبل الانتخابات كان متاح أن أترشح أنا شخصياً النواب للحزب الأمين العام للحزب هي البتول متى عبد الحليم لأن بعد الانتخابات يسرينا مؤتمر وطني افتتحناه في فندق الخاطر حضرت الكثير من وسائل الإعلام أعتقد قناتكم محترمة كانت موجودة وعدلوا جلسات في مقر الحزب واستمرت الجلسات ثم خرجنا ببيان موجود ونشرناه على وسائل الإعلام طبعا ذاك التنظيم اللي عدنا الحزب بموجبه أصبحت هي أمينة عامة الحزب طبعا النائب الآخر هو جميع أنشطة الحزب يحضرها جميع أنشطة السابق يحيى جميع أنشطة الحزب ما في نشاط قط عدنا إعلامي ما هو حاضر توم في خطاب رقيته في انتخابات في افتتاح الحملات والله سبب نهارين أعتقد والله نهار افتتاح الحملة الانتخابية البرلمانية 2013 خطاب رقيته قلت علم الحزب سيتقدم بمقترحات في البرلمان تعزز الديمقراطية وسيكون اليد التشريعية للحرب على الفساد أين هذه الشعارات؟ احنا في الأيام التشاورية كنا الحزب الوحيد اللي شار وثيقة طالب فيها قضايا معينة طالبنا فيها باستحداث مجالات جوية اشترناها في الأيام التشاورية تنفيذ اللامركزية تنفيذ نوع من تفعيل اللامركزية تعميق اللامركزية طالبنا فيها بتقليص
بعض المؤسسات الدستورية القائمة للتخفيف والدفع بآلية عمل هذه المؤسسات من تقود هذا، طالبنا بعض الإصلاحات الدستورية اللي بعض الإصلاحات اللي قايلين إحنا عنها نيت وعدل ربما له أولا تخفف العبء القائم على لا 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 على على الدولة نفسها، ثانية أخرى تعزز الهيئة، لأنه أنت كل ما ضخمت المؤسسات يخلق حتى كونفليكت دو كومبيتانس اللي هو يخلق صراع في المصالح بينها، وبالتالي هذه مسائل طالما ينشرنا الوثيقة وإن شاء الله في ظل أي حوار قادم ونطالبوا بها. وأنا شخصيا ما عندي على البرلمانيين هم يدوروا يقدموا مقترحات تعزز الديمقراطية، قلت لك ان هاي الوثيقه انا استقلت عليها، هاي الوثيقه انا اشتغلت عليها مع الامين العام للحزب، اشتغلت عليها ودرسها المكتب التنفيذي للحزب قليل قاع على هذا البركه ان شاء الله، درسناها مع بعض وقدمناها ونشرناها ووزعناها في الايام التشاوريه التنفيذيه، وهو اي حوار قادم دور نطالبوا بها ان شاء الله. او الامين العام مبارك نائب جمعيه جميع مداخلات جميع فرحتان لا جميع مداخلاته جميع مداخلاته توحي لا عندها فريق هي من نفسها ترأس فريق هي خلفيتها تعليم عندها هي من نفسها فريق للجودة للتعليم والتكوين ومتبارك مع نشاط الفريق نفسه يحاول كان يعد النشاط مهم جدا فعموم التراب الوطني حول اللي قال له أهمية التعليم حول اللي قال له لا في تقارير هذا قانون إجبارية التعليم لأن عندنا مناطق متأخرة دراسيا هذا فارع لما ما ظهر أهمية إجبارية التعليم قانون إجبارية التعليم هذا طبعا هو المتاع هذا هو القاد يعدل ظل مولي إمكانيات الحزب وظل احنا ما محرجين ولا يشعر مجرودنا من نقولوا عن حزب صغير وامكانياتنا بسيطه اللي نعدلوا بسيط غير اللي مقتنعين باللي قالوا التدرج مقتنعين بنا ان شاء الله فيها عند الامور دور تتحسن شيئا فشيئا. لماذا ما ترشح؟ ببساطه جدا هو عني قبل الانتخابات كنت امام خيارين اني ترشح انا محمد بن اللبان نازل البركة اللي عرفني من الناس قليل جدا كان عندي الرغبه في هاي الورقه اللي كانت في حاله سبات من انتخابات 92 الى اليوم اني افعلها أن أدخل النواب لجنة هذا، وبالتالي كان في لقاء بيني مع النائب ومع الوزير السابق السيد مصطفى الإداري واتفقت معه على أن مترشح وترشح كان أيامه هو خرج من الحزب عادل ولم يلتحق بالاتحاد الجمهوري وبالتالي ترشح من داخل الحزب وكسبنا الرهان باللائحتين اللي رشحنا فقط. طبعا عدلنا توازن بين ما هو متاح والممكن بالتالي تناسب كان عن الترشح لأن ما الهدف عندي الترشح يعني الهدف عندي عن نكسب الرهان إلى أن تأتي فرصة أخرى إن شاء الله يتاح لي فرصة الترشح إن شاء الله نترشح والله مولي نجبر حد أحسن مني الرشح أنا ما عندي ذلك أنا المهم عندي جدا عن العمل السياسي وقدم طريقة موضوعية ومعقلنة وعن طيب صراع في مصلحة الحزب مستعد للتنازل عن رئاسة الحزب خلي تبادل على رئاسة الحزب حتى بماكم ما ترشحتوا بكم مصلحة الحزب مستعد بها أنت تنازل عن رئاسة الحزب أنا رواية واحدة هي ما يهمتني عني ما نعود عندي رأي بلدي هاي رواية واحدة هي ماني مستعد نتنازل عنها أني ما نعود عندي رأي ماني مساعد نتنازل عنه رئاسة الحزب رئاسة زيخرة ماني ما عندي مانع إني نعود في حد مثلاً قادر على القيام بها أنا قاعد أهلي عن رئاسة الحزب ما هو كل حد يختيرها. طيب فهم اتهم طرحوا درتوا تسمعوا على أن خارجين حزب على أنهم الهدف منهم الهدف من إنشائهم على أن رؤسائهم يدوروا بهم لا تقدام في المجلس وخارج المجلس مجلسهم بكلام البضاع مجلسهم في المجلس ياك يعودوا متقدمين وشاروا إليهم وعلى الخوف لعله يعود عند السلطة اللي تلقى رؤساء أحزاب هو قاعد تقدام في المجلس ما هو قاعد بايلة ما هو حرام بعد أنها ما أحزاب حقيقية أنا دايما أقول لك بصراحة جدا أنا شخصيا من الناس اللي يشعر بالحق يعتبر عن كم هائل جدا من الأحزاب السياسية غير ما اللي قط انقهرت على خرص عدد الأحزاب في مالي وعدد الأحزاب في السنغال وعدد الأحزاب في تونس يتجاوز 70 و80 لا كيف هذا الفاعل منه في الساحة السياسية قليل جدا معناه أن وجود الأحزاب السياسية أنا بعد ما نعتبره خطر على البلد بالعكس حدنين هو يرى في راسه من الجرأة ومن الشجاعة أنه يعدل نصوص قانون يطرح حزب سياسي كون صار حزب سياسي مفعل والله ما هو مفعل هيك مسألة أخرى أنا قلت لك عن هذا عنده عوامل بيئية نفسها عنده عوامل بيئية نفسها مثلا وجود الحزب في ذهنية المواطن الموريتاني احترام الناس الآليات قاعدة الديمقراطية اللي منها الحزب من نفسه
هذه قطعا مسائل معينه معيقه للعمل الحزبي ومخلي عند حزب ماده التطور. بالتالي الاحزاب اللي موجوده بقوه في الساحه السياسيه الاحزاب اللي عندها خلفيه ايديولوجيه معناها عندها تنظيم سابق اعتمدت عليه هي بالوجود. اما هذه الاحزاب اللي منها الحزب العدالة قلت لك ما مش شعرا جدي بنقولها قطعا احزاب صغيره احزاب تحاول غير بعد رغبتنا الوحيده جدا هو ان نعود عندنا راي بالبلد راي بالحسنى ما هو راي مثلا ضد حد ولا هو راي يؤدي الى وقتنا. وافي سيد الرئيس المشير مخرج الشير علي الوقت وافي نبدا نسول لكم عن موضوع ربما يختلف عن ذلك النشاد يعني اخباره بما انكم احد كوادر التعليم اختلف نسول لكم عظم بتخصصكم بتوجهكم السياسي الاثنين تعليم وعلينا السنة للتعليم ويوم وليتنا ايش قدمت السنة ما فيش اللي تفشل ذريعا لا 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 لم تفشل وقع هذا اللي لا نقول لك ببساطة جدا عن نظام التربوي الوطني نظام زادهم اللي تعرض تراكم كبير جدا من اللي قالوا الإهمال والترك نعطيك امثله بسيطه جدا ولا نقول لك اللي استطعنا ان نعدل سنه 2015 اولا كون الاراده السياسيه تعتبر سنه 2015 سنه التعليم ما هو انه لا يصلح التعليم هي سنه مرجعيه عندي اذكر على ان احد من اطر وزاره التهذيب قال كلمه جيده انها سنه مرجعيه سيتين اني ريبير سمعتني هاي السنه المرجعيه اللي هي مهمه جدا على الاقل وعاتنا على قضايا معينه جدا هاي القضايا هو خلاتنا ندرس بعد واقع إنجاز مسائل معينة داخل التعليم هو نظام تربوي شنو نظام تربوي إنجاز البلوغ إنجاز الجودة وإنجاز البيروتاج اللي هو التسيير إحنا اليوم في إطار البلوغ هاي سنة 2015 فقط توصلنا عنه منعنا في إنجاز البناء العشوائي للمدارس استطعنا عنه توصل بشكل مدرسة جمهورية عادتية اللي تبرى بها المدرسة هذا تقدم إيجابي وفهم منها الملاجئ اليوم منتشرة إلو كانت بتنات كان هم راك شوط تعود أضافت شيء إلى وقت 2015 مدرسة عشوائية وموريتانية لا 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 أبدا أبدا هو قاعد هو قاعد حتى إن عاد عندنا الشكل الهندسي للمدرسة اللي تبتن عليه عاد عندنا الشكل اليوم متعارف عليه كيف تدور كامل اعتبرنا أنه خطوة إيجابية في طار اللي قالوا الجودة عززنا اللي قالوا المدارس الامتياز أنت تقدي جي التأليف عن السنة الماضية في البكالوريا في النعمة الامتياز نجحت 100% خط مكامل هاي مجموعة من أطر الشعب الموريتاني من أبناء الشعب الموريتاني استطاعوا أنهم يتجاوزوا البكالوريا معدلات جيدة جدا جبروا منح والله تحقوا مدارس ممتازة داخل البلد وبالتالي ظاهر لي عنا حتى تسيير المصادر البشرية هاي السنة قلصنا الحاجة من العقدوين بشكل غريب جدا لماذا؟ لأن عدلنا اللي قالوا التجميع لأنه ورثنا خريطة مدرسية متشرمة العموم التراب الوطني عدلنا اللي قالوا التجميع في كثير من الولايات وبالتالي خلصنا الحاجة من اللي قالوا العقدويين اللي حاجة إلزامية نتيجة كثرة المدارس وانتشارها العموم التراب الوطني خلصنا اللي قالوا الحاجة بالمعلم تقليص الحاجة المعلم معناها تقليص الحاجة في ترشيد الموارد وبالتالي هذا العمل اللي هو الاستمرار هذا العمل اللي هو الاستمرار في هذا النوع من الأنشطة قطعا عنه غير ملي أنا دائما في قضية الله الناس تعرف أي نظام تربوي عمل فيه إيجابي ما هو الإجبار بسرعة لأنه فارغ على ما نضال كرسيس كامل تنقضى الحلقة من سنة أولى إلى سنة كذا غير بعد مهم جدا عن عن عن, عن من التعليم وتضع على السكة لا ما نقوله وضع على السكة يا غير بعد وعدلت له قضايا مهمة جدا إحنا قلت لك عنه إحنا وصلنا إلى مرحلة معينة تشهر مدرسة من قسم مبني ما تعرف قاعد خلفية ميناو يجي منظمة تبني قسم والله يجي واحد يبني قسم سياسي والله يجي سياسي صحيح إحنا تشهر من الخريطة المدرسية مسؤوليتنا إحنا كسياسيين ساهموا فيها الشيوخ قبائل ساهموا فيها السياسيين ساهمت فيها الناس النافذة يا غير هذا يا الله يتقف قدامه ما قدرنا نصل وقفت قدامه ما خلقت تدخلات قلت لك عنه السنة قدرنا نعطيك واحدة من الولايات تم تجميع فيها قريب 60 مدرسة 60 مدرسة لا. تحولت إلى ثلاثة يا قلو سيد الرئيس تدخل مزال يخلق حتى على مستوى الامتياز لا هو لا يتوقف هاي عقلية قلت لك يغير بعد كون أنها تنطرح على آلية تسير نوع ما آلية الحد منها هذه مسألة إيجابية وتبقى سنة 2015 سنة أعطت في الإرادة السياسية دفع عملية التعليم وبالتالي هي سنة مرجعية والتعليم وضعية الحالية يحتاج عشرية من أجل يكون يتقدم بشكل إيجابي وبالتالي أنا أعتقد بأن ما تم القيام به هاي السنة كان نوع ما ونقطين أعطيك مثال بسيط إحنا اعتبرنا بأن بريفة حتى بريفة السنة نسبة النجاح اللي حصلت فيها لم تحصل من إصلاح 99 إلى اليوم
لم تصرح من إصلاح 99، وبالتالي يعتبرون الناس اللي قاست الثانوية سنة أولى ثانوية بعد أربع سنوات نسبة النجاح فيها ضئيلة جدا. هل يتخرص الناس اللي فعلا عندهم أنكسيس نورمال في التعليم الثانوي تلحق عن نسبة المرشحين بين التلاميذ الحقيقيين مقارنة مع التلاميذ اللي تحقوا بالترشح ما عندهم علاقة بالتلميذ والله مقاطعين فترة طويلة جدا، تجبر على النسبة أنها نسبة جيدة جدا. بعضها من التلاميذ اللي يقرأوا داخل الأقسام خرص عدد المرشحين الآخرين اللي ما قد التعليم الحر احنا صينا 80 مدرسة ما لحقنا عندها وثيقة فاتح مدرسة ما طبعا ما عقب رجع احنا متابع المولى يخلق لحظة واحدة يا خطة تدرج أي شيء مهم في السياسة وأي عمل آخر. إذا شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد الأمين اللبان رئيس حزب العمل الديمقراطي وعضو ائتلاف أحزاب الأغلبية، كنت ضيفي في هذه الحلقة من لقاء الساحل. شكرا على تلبية الدعوة وعلى سعة الصدر، كما أشكركم مشاهدي الأكارم. أنقل لكم تحيات الزملاء مركسي أبو بكر الصديق محمد المختار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.